مرحبا بأي واحد مغربي سواء عنده سواء ما عندوش يجي عندنا. كاينين أسمينا في المستطاع ديال أي مواطن اللي عنده مرحبا به. حنا ماشي نبيع الدرابو، بالعكس حنا جايين هذا كنسميو أنه احتفال أنه وصلنا لهذه المرحلة. كنهنيو الشعب المغربي، كنبغيو نفرحوه، والمهم عندنا هو نخلقوا أجواء ديال الاحتفال، ماشي بالضبط أننا ندخلوا شي مدخول ولا هذه. المدخول غيجي بطريقة أخرى إن شاء الله. كنتمناو المنتخب المغربي حق وفير إن شاء الله، وما كرهناش نجيبوا هاد الكوب. الترابو ديالنا خويا كيتباع ما بين 30 درهم حتى 20 درهم، سواء اللي عنده حتى هو ما كان تنديروا ليه شوية تسهيلات، وراه داكشي بقدر المستطاع لأي واحد. حنا راه بيعين وشارين الحمد لله، مزيانة الساعة شوية شوية الحمد لله. حنا دابا حد المغرب كيربح الحمد لله، المنتخب والدرابوات راه كيتباعوا هاد الساعه شويه غادي على حسب الثمن، كاين ديال 50 درهم 20 درهم 150 درهم، كل واحد والثمن ديالو، كبير صغير الثمنه مختلفه. صافي والحمد لله، البيع والشراء غادي مزيان والامور غادا مزيان والاثمنه مناسبه لكل شيء، كل شيء كيشري كل شيء بخير وعلى خير هذه الساعه الحمد لله. ما كاين كاين الاقبال، كاين الاقبال من جميع الجهات من طارجه للقويره، وكاين اثمنه مناسبه جد مناسبه حتى للقياس، وكل شيء كيشري الصغير الكبير الفقير الغني كل شيء يشري الحمد لله. تمنى تبدا من 40 درهم 30 درهم 25 درهم، اثمنه مناسبه صغير شري كبير شري الحمد لله. ما كاينش ديك اثمنه تعرفوا الناس ما كاينش ديك اثمنه تعرفوا نتوما، اثمنه يعني مناسبه. وعندنا اثمنه عندنا التونيه تيكون رخاص، يعني الكوبي كاين ميطاسيون كاين دوريجين على حسب. بالنسبه للتوني اخويا جيت ناخذو كان توني ناقص في الثمن اخويا، دابا كنلقاهم غاليين اخويا. بالنسبه للثمن دابا كتلقى 80 درهم 90 درهم، فهمتي؟ الاول كنا كنلقاهم 30 40 درهم 45 كاع الاغلى 50 درهم. دابا ما حد المنتخب كيربحوا فهمتي، والاثمنه بالنسبه للتونيات بالنسبه لاي حاجه موت الدرابوات اي حاجه كتزاد، يعني مابقاش داك الثمن اللي كنتي كتعرف فهمتيني. وهذا الشيء راه بزاف اخويا فهمتي، يعني حنا كنجيو كنبغيو نتقداو نبيعو ونشريو، وكتلقى هذا الشيء عاوتاني فهمتي كتلقى الغلاء في الاسعار وهذا الشيء عاوتاني بزاف راه فهمتي. القضيه شويه قاصحه لنا بالنسبه للثمن، راه ما نقدروش ناخذوا بالثمن اخويا. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.